ولذلك كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن بقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله. لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت هو الذي يريد الخير لعباده، وترك حكمه سبحانه وتعالى يؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله عز وجل على تارك حكمه بالفسق والظلم والكفر والعياذ بالله. وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري حين سئل عمن لم يحكم بما أنزل الله، كما تدل عليه الآية في قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. فهنا يأتي تفصيل عند أهل العلم في من حكم بغير ما أنزل الله، حيث قالوا بأن من رد الحكم الشرعي فإنه يعتبر خارجاً عن ملة الإسلام، لأنه رد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، وتكذيب حرف من القرآن فضلاً عن حكم من أحكامه مما ثبت بالتواتر وما كانت دلالته قطعية في الثبوت وفي الدلالة يعتبر ردة عن الإسلام. أما إن كان ترك الحكم لله عز وجل مع أنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة ليس ردا له، وإنما هو ناشئ عن انتهاك، أي مع اعتراف بالحكم ولكن اتباعا لهوى أو ادعاء مصلحة من وراء ذلك، فالكفر هنا هو كفر النعمة أي الفسق، لا يؤدي إلى الخروج عن الإسلام. فالذي وقع فيه الخوارج وتبعهم عليه بعض الجماعات الإسلامية التي توصف بين قوسين بأنها متطرفة في عصرنا هذا لا يوافقون عليه، حيث حكموا على كل من لم يحكم بما أنزل الله بترك حكم واحد أو أكثر بأنه خارج عن الإسلام، هذا مخالف للدليل الشرعي. وتبعهم على ذلك أو أتبعوا ذلك حكم المجتمعات التي تعيش تحتهم، حتى وصفوا المجتمعات بأنها كافرة أيضاً إذا وافقت الحاكمة على ذلك أو سكتت عنه، وهذا فيه مخاطرة كبيرة بتكفير المجتمعات المسلمة. فلذلك يجب الحذر من الوقوع في هذا الأمر، وإن كنا ننكر أو يجب على المسلم أن ينكر أي مخالفة لحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى.